السلام عليكم. فالحلقه نتاعت اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون على تريكو بلس، المنتوج الغني عن التعريف تاع فيرسيل لاكا، او تنقول لي انا البعبع البلجيكي الخاص بمرض تريكومونوز. فمنتوج جد رائع، خاصه الناس اللي عندها الطيوره بحال الكناري الحسون ولا الباتجي ولا الطيوره الصغار، راه منتوج جد 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 ممتاز. فغيكون هو موضوع تاع الحلقه هذه، فبقوا معنا مرة الفاصل ونواصل. فكيف قلت لكم اليوم الحلقه تاع اليوم ان شاء الله الرحمن غتكون على تريكو بلس تاع فيرسيل لاكا. قبل ما نبداو الحلقه ديروا لنا لايك واشتركوا في القناه باش كتشجعونا باش نزيدوا نوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكيف قلنا تريكو بلس منتوج تيعالج لنا تريكومونوز. اشنا هو التريكومونوز؟ هو الطير تاعنا تبدا تقرع من لهنا ولا تبدا يقرع لنا من لهنا ولا من لهنايا، وتكون بسبب مرض نتاع التريكومونوز، يعني ما تيكونش بسبب ستريس او ولا التخلاع ولا بسبب الانتاج ولا بسبب كثره الاضاءه ولا عدم تنظيم الاضاءه. لا، فاش يكون بسبب مرض تاع التريكومونوز وتنبغيو نعالجوه. كي تعرفوا راك درت حلقه تاع فلاجي تاع تعالج التريكومونوز داكوسين، درنا كاين ما عقيتش عقل، المهم درت بزاف نتاع الادويه اللي تتعالج التريكومونوز. واليوم غادي نديرو على تريكو بلس ونهضروا على طريقه الاستعمال تاعو باش كلشي يعرف كيفاش يستعملو ولا الشيليق. فكي قلنا دابا راه تعرفنا على الشيليق، دابا نهضروا على طريقه الاستعمال. فهو كي قلنا ممكن نستعملوه للعلاج وممكن نستعملوه للبلونشيمون يعني التطهير. فبلا نستعملوه للتطهير تنديرو يعني عندنا 3 ايام وغادي نديرو راحه فيها يومين، يعني نديرو 3 ايام ونديرو راحه فيها يومين نعاودو نديرو يومين اخرى. وبالنسبه الى كنا بينا نديرو العلاج غادي نديرو 5 ايام ونديرو راحه فيها يومين، وغادي نديرو 3 ايام او حتى 5 ايام اخرى، يعني على حساب الطائر نشوف واش بدات تعالج ولا لا. فوقت الراحه بطبيعه الحال غادي نديرو دواء منشط الكبد او مطهر الكبد، ونديرو البكتيريا النافعه باش نردو البكتيريا للطائر تاعنا، ومن ساليو الدواء ثاني نديرو نفس العمليه البكتيريا النافعه ومنشط الكبد. بالنسبه للكميه يعني شحال تاع الكميه اللي غادي نستعملو، هاد الخنيشه هادي تجي تكون فيها 4 غرام، فيها 4 غرام تدار في 2 لتر من الماء، يعني تدار في 2 لتر نتاع الماء، 4 غرام 2 لتر ديال الماء. يعني اللي بغيت ندير مثلا لتر واحد الماء غادي ندير 2 غرام، يعني النص ديالها بغيت ندير نص لتر نتاع الماء غادي ندير غرام، وهكا كون هابطه نشوف الكميه اللي بغيت ندير. وكي قلت لكم راه منتوج رائع، راه كان مقطوع تقريبا مده تاع 3 سنين، يلا عاود تطلق، راه كاين دابا في الاسواق تقدروا تلقاوه. وبالنسبه كي قلت لكم الماء اللي غنستعملوا معاه ماء يكون معدني او الخابيه او ماء مغلى، يعني ما نديرش في الماء تاع الروبيني. فكانت هذه الحلقه تاعت اليوم خاصه بمنتوج تريكومونوز. نتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم عثمان، لا تنساوش نخليكم عجبتكم هذه الحلقه ديروا لنا لايك واشتركوا في القناه وقوموا بتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. واللي عنده شي تساؤل او توضيح يخلي تعليق وسوف اجيبه في اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.